اليوم مجانا الدخول لرئاسة الوزراء. هذه رئاسة الوزراء، شوفوا الطوابير هذا كله، شيك عليهم بعد دخلهم. تدخل البرلمان وتدخل البرلمان القديم، كله اليوم مجانا، اليوم المفتوح. وأكثر من معالم سياحية هنا كمان تدخلها مجانا اليوم. وقفنا في الطابور نشوف رئاسة الوزراء، ما قد دخلتها أنا، هنشوفها زي المطار. جايبين أجهزة تفسخ الحزام، تطلع الأشياء اللي في جيبك، كل شيء. هذا رئاسة الوزراء، مو في كلام، الشعب يبي يكتشف رئاسة الوزراء. هذه واحدة من الغرف حقت رئاسة الوزراء، شوف الإطلالة هنا، ما شاء الله إطلالة حلوة. هذه واحدة من الإطلال على البحيرة، هذه دائما صور عندنا. طلع عن الدرج، عاملين إجراءات شوية مشددة. هي هنا رئاسة الوزراء أو الغرفة. هذه الغرفة الأولى، الظهرة والثانية، ما أدري ترتيبهم كيف. هذا الملك فيلم أورانيا صورته. هذا القاعة من داخله، هذا ظهر الغرفة الأولى أو الثانية، ما عندهم غرفتين، حق الشيوخ وحق هذه حق الشيوخ والبرلمان اللي هي الثانية على ما أعتقد. كيف هنا رئاسة الوزراء، نفس النظام حق بريطانيا. طلعت من هنا، قاعدين ننتظر الدور في غرفة، في اللمبة المعلقة في السقف، لمبة عادية لا نجفة ولا شيء، في رئاسة الوزراء يعني شيء غريب. هذه غرفة زجاجية هنا، نقوش زجاجية. هذه واحدة من الغرف تطالع عليها، ما شاء الله القصر من جوا دافي، ليش انه خشب. هذه غرفة ثانية بس فاضي، ما فيها لا مكاتب ولا شيء. القاعة الثانية، الموار كل الجدران حمراء. هذه غرفة في حزب روتا، كانوا معزلين الجماعة. بس زحمة والناس مليان بصراحة. هذه كمان واحدة من الغرف، إذا ما يستقبل الضيوف الظاهر طاولة الطعام وكذا. هذه الغرفة حقت الطعام والاجتماعات، شيء من الآخر. هنا رئاسة الوزراء، ظهر إذا جات الوفود هنا ما أدري. هذا قصر قديم عمره يعني مئات السنين.
مبروك. كده خلاص خلصت الجولة، دخلنا غرفة روتا وغرفة الجميع، خلاص تتسينس. هذا البرلمان القديم اللي فيه الملك، هذا اللي كنا فيه احنا داخل، خلصنا. وهذا البرلمان من الخارج، خلاص سكروا الحين الساعة 5، خلاص سكروا. هذا دائما نصور فيه هذا البرلمان القديم، وهذا اللي ورد زجاج البرلمان الجديد، هذا القديم، هذا اللي الملك يجي يلقي فيه الكلمة يوم الميزانية حق الدولة وكذا. هذا قد دخلناه زمان، والبرلمان دخلناه يعني يفتح كل شيء للشعب. بدأوا بالجولات النهرية داخل هذه البحيرة حق الوزراء، رئاسة الوزراء. أول كان ممنوع، حتى أنهم حيعملوا قوارب وحيعملوا هذا جولات سياحية هنا، هذه واحدة منها، فتحوا لهم البوابات للدخول. من هنا أقرب، خلاص هنا اللي يبغى جولة. هذا منظر لرئاسة الوزراء اللي كنا فيها من هذه الزاوية، هذه أحلى زاوية هنا، الكل يجي هنا يتصور فيها، يأخذ صور تذكارية في هذا المكان. طب هذه البحيرة خلاص اللي يبغى يجي يجدد فيها ويطلع فيها جولة سياحية، هذيك القوارب هناك يأخذوك، ولسه حيجيبوا قوارب كثير هنا، واللي زي الدراجة كذا، فحتكون يعني مكتملة، معلم سياحي مكتمل. لا هاي رئاسة الوزراء، اليوم الأجواء جميلة، الناس كلها طالعة. سارة سارة، طريقة الرسم على البيوت. لوحات فنية. طول ما انت ماشي. وهذه هذا الافرغي يقول لا تصورني، استهبل ذا، يقول له صورتك ما تبان ملامحك كمان بال ايش. استهبل هذا.